بونسوار عليكم تاني يا احلى مشاهدين في الدنيا. فقرتنا دلوقتي معانا ضيفه انا مش عارفه اوصف جمالها. معانا جنة يحيى ملكة جمال المحجبات. نفسي على التقديمه الجميله دي. والله انت فاجئتيني، فانتوا اللي جمال والله، ومنورانا. انا معاكم منورانا. سيبك من التاج الحلو جدا، انت احلى من التاج بمليون الف. انت اللي جميله قوي والله. والله يا انت زي القمر. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فاروق. مبروك عليك طبعا. ميرسي، ربنا يخليك. مالك انت قلقانه ليه؟ لا يعني انا قلع التاج بس انا هتعامل معاكم والله. هو بيبقى تقيل جدا. انا عارفه اللي هو عايزه اعمل وشي كده. ايه الاخبار؟ كده انا جيت. منورانا منورانا يا جنة وزي القمر ومبروك اللقب عليكي. بس حابه اسالك في البدايه، مسابقه ملكات الجمال عامه، كنت اما بتتفرجي عليها بتحسي ان انت ممكن في يوم من الايام تشاركي، ولا كانت حاجه بعيده عنك تماما عشان فكره انه الحجاب او ما فيش مسابقات كتير متخصصه للمحجبات؟ بصي خالص، انا الفكره ما كانتش في دماغي خالص خالص خالص، يعني هي جت بالصدفه. وحتى لما عرفت ان في ميس حجاب برضو الفكره ما جاتش، يعني حاسه ان لا انا مش هشترك. فالموضوع جه بالصدفه خالص، يعني كنت في ايفنت في مهرجان تبع شغلي، فجت الموضوع اللي هو انت ميس حاجه، لا طب ما في ميس حجاب. بس انا اساسا كنت عامله فولو لاي محمود صاحبه المسابقه. بس برضو اللي هو لا، يعني لا برضو مش هقدم، يعني فولو من بعيد بس كده. فالموضوع جه صدفه بصراحه، ما فكرتش يعني. لكن انت مش بتتابعي مسابقات ملكات الجمال خالص؟ لا انا كنت في ميس ايجيبت بس. كنت صحفيه بغطي الايفنت. ده كان شغلك اصلا؟ انا صحفيه ومراسله. فكان طبعا شغلي ان انا يعني بغطي ايفنت بس. فبرضه حتى لما شفتهم لا مش هقدم برضه، يعني حتى لو في حاجه للمحجبات يعني لا مش هقدم. يعني انت يا جنة صحفيه، يعني كنت في الاعلام ورياضيه كمان، احكي لي رياضيه ازاي بقى؟ البنات على فكره بيتميزوا لما بيخشوا مجال الرياضه. ده حقيقي. يمكن عشان قليلين ان البنت تكون فاهمه كمان، يعني مش بس بتشجع او بس شو، يعني كمان فاهمه. بصي انا بحب الكوره جدا واهلاويه جدا جدا جدا. لا فوتبول. كره قدم. كنت بتلعبي كره قدم؟ لا بحبها انا. بتحبيها؟ لا من بعيد. بتحبي كره قدم؟ بحب بشجع ترجي الرياضي التونسي. لا قولي اهلي. وبشجع الاهلي التونسية. وبشجع المنتخب المصري ومحمد صلاح في ليفربول. يعني انا عارفه يا رحمه برافو شطاره. ايوه لا عجبتيني. طيب من رياضه للصحافه، والموضوع كان واخد شكل معين، هل انت لسه مستمره في الرياضه برضو كمان كصحفيه؟ ده انا امبارح كنت لسه في كره الطايره، يعني انا كمان النشاط بدا يبقى كل الالعاب مش بس كره القدم. حلو. فانا حابه كره القدم، يعني حتى يعني من قبل ما اكون صحفيه وانا لا من المشجعين. يعني عندي الجيران اللي هو يعرفوا ان الاهلي بيلعب من صوتي. لو جالنا في صوت الاهلي بيلعب، الاهلي فاز، الاهلي خسر، لما ما يلاقوش صوت كده يعني. طب ايه الحاجه اللي حصلت يا جنة خلتك تغيري رايك وتقرري ان انت تشاركي في مسابقه ملكات جمال؟ بصي انا في الايفنت زي ما قلت لك، لقيت بنت اللي هي سالتني على انت ميس حاجه، فقلت لها لا عادي، طب شوفي ميس حجاب والله والشروط متطابقه عليكي. فاللي هو روحت لا برضه كانت ايه رقمها؟ طيب؟ كان ان انت يكون عندك لغه، ويستحب ان يكون في لغتين. ومن سن 20 ل 33، وتكوني مثقفه في لباقه. طبعا ما بحبش اتكلم عن نفسي يا جماعه. وايه تاني؟ في شروط كتير، وان انت يكون عندك مؤهل. ويكون عندك رساله وهدف، ان انت بس مش عايزه تاخدي اللقب. هما بجد بياخدوا الشكل ده اخر حاجه؟ يعني بياخدوا كل الحاجات دي اولويات وبعدين يجي الشكل؟ هو من ضمن الاولويات برضو بس. أوكي. مش اول حاجه. ده يوم التتويج يا جنة؟ ده يوم الفن. ده يوم فوزك باللقب طبعا. كان يوم حسيتي بايه بقى اليوم ده وانت كده بيقول اسمك انت كسبتي معانا؟ عايزه اقول لك اللحظه، ما هي جنة يحيى دي اللحظه. مين جنة؟ عارف نسيتي اسمي. اكيد مش انا يعني يا جماعه، في حد هنا اسمه جنة؟ للحظه فعلا هنا كان في الكامب. فللحظه خدت وضع اللي هو مين جنة، بعدين بدات استوعب لا شكلي ان انا جنة فعلا. الناس بدات تبص. اكيد احساس رائع. ماما حبيبتي ربنا يخليها. كانوا حاسين بايه بقى؟ رد فعلهم ايه كان وقتها؟ بس عايزه اقول لك قبل ما يقولوا الاسم انا عيني على ماما، يعني بص هنا كنت ببص لماما فعلا. واول ما قالوا الاسم بدات عايزه استوعب ان انا جنة، فقمت رامي عيني على ماما اللي هو شاورت لك. بدات اللي هو هي يعني بدات تسقف له بنتي يعني. فبدات احس ان انا هنا برده كنت ببص على ماما قبليها. طيب قولي لي يا جنة، انت قلتي ان انت بعد ما روحتي البيت ابتديتي ان انت تفكري في كلامها انه المسابقه وليها شروط، ايه اللي حصل بقى
خلاكي تغيري رايك؟ بصي انا يعني قعدت اتكلم مع ماما، حصل النهارده كذا كذا. بصي كمان كان معايا اصحابي في الايفنت ده في المهرجان، فلقيتهم متحمسين جدا، اللي هو لا يلا دعموكي يعني. جدا يعني. انت في الاول قلتي اخد رايهم اشوفهم هم هيقولوا لي ايه؟ اه لو اسمع بس كده كده يعني. هي يعني جت هنا اللي هي ها، بس أيوة. انا الرفض ما كانش اللي هو قوي يعني. فلقيت ماما بتقول لي يعني طب بصي اصل انا خايفه، بس كان في دعم بصراحه من البيت. فكلمت البنت قلت لها خلاص تمام انا هعمل الابلكيشن وهبقى معاكم. طب مامتك كانت خايفه ليه؟ ماما شويه بتخاف علينا، عارف انت قلب الام؟ خوف الام الطبيعي. مش اللي هو لا، ومش هو لا انت هتتحطي في صندوق، انت بنت فبعدي عن المجتمع خالص. بس الخوف اللي هو الطبيعي بتاع الامهات. طب كانت ايه رسالتك يا جنة؟ بصي انا يعني انا في كذا حاجه، يعني انا مش حابه ان انا اتحط تحت بند معين، عايزه اي طريق في حاجه كويسه اكون انا ليا بصمه. مش بس اطفال الشوارع، ومش بس ذوي الاحتياجات الخاصه، مش بس لازم اوصل لكل بنت ان في هدف، في حاجات كتير، في حاجات كتير. وذوي الاحتياجات الخاصه انا غطيت المؤتمر بتاعهم، فحسيت ان مهدور حقهم، يعني هتحط عليهم فوكس تمام، بس مهدور حقهم من المجتمع، من الناس، احنا مش مدينهم حقهم. بس اعتقد دلوقتي بقى في وعي اكبر والموضوع بقى اقل بكتير يعني. شويه محتاجين شويه ندعمه اكتر، نشوفهم اكتر. اكيد هم مش مخلوقين عشان نحطهم على جنب، او الاعلام بس اللي اتحط عليه فوكس يعني عنده. لا دول كبره، احنا كبشر كبشر كمجتمع. ايوه لو احنا كده. قولي لي يا جنة، انت كان حلمك تبقي مذيعه مش كده؟ دي حقيقه. ايه اللي حصل بقى؟ لسه حلمك ستيل ولا؟ بصي يا جماعه انا حبيت الكرسي فخلاص. انا اتمنى ان انا اكون معاكم. يعني لينا الشرف ان انت تبقي معانا. هتحلي البرنامج والله. هو حلو بيك والله. الله يخليك يا جنة يا رب. طب ده حلمك؟ رياضيه. رياضيه برضو. برضو ربنا يا رب ان شاء الله يوفقك ويوصلك لحلمك ان شاء الله. طيب جنى، عايزاكي تحكي لي اكتر بقى عن كواليس المسابقه. الدنيا كانت ماشيه تمام؟ عاده بيبقى الحاجات دي بيتقال او بنسمع يعني انه بيبقى فيها نفسنا كتير، بيبقى فيها ضغوطات بشكل معين. عايزه اعرف منك مسابقه ملك الجمال المحجبات ايه كانت كواليسها؟ بصي عايزه اقول لك كان بينا روح جميله جدا، مش بس عشان على الشاشه، بس هم فعلا كنا كلنا اصحاب متفقين اي حد هياخد اللقب احنا يا جماعه بنساعده، مش هنقعد بقى ده ظلم واحنا وانا. بص احنا كنا في الانترفيو الاولاني خالص 100، بس اللي قدموا اكتر من كده في الابلكيشن هم بيشوفوا الشروط متطابقه لايه بالظبط. فكنا 100 وبعدين بقى 20 بعدين بقى 10 اللي هو الفاينل بقى كان هو ده. اوكي بس كده. طب انت بعد بقى ما اخدتي يعني اللقب، طب خلاص لا نتكلم اكتر كمان على لحظه التتويج معانا على الهواء. هي من في فيديو معانا كمان اهو، اتكلمنا عنها. طيب شويه يا جنى. اتكلمنا عنها شويه. ده وقت ما قالوا اسمي شايف اهو، بصي قدامك اهو. ايوه اهو. انت اهو. لا بص الثقه قعدت تقول لك انا ما كنتش حاسه انه انا ومش اسمي الوضع. وبعدين دخلت بمنتهى الثقه. بس عارفين هي اللحظات دي بتبقى هي بتعمل كده، بس هي مش مستوعبه برضه يعني. كان الجسم بيتحرك بس الدماغ حاسه. صح ايوه عارفه الاحساس ده؟ كاني انا